تأهل المنتخب الوطني للدور ربع النهائي من بطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد، وذلك بعد فوزه على المغرب بنتيجة 21-36. هذا وسيلقي المنتخب الوطني في الدور المقبل المنتخب الجزائري الذي تأهل لهذا الدور بعد فوزه على زامبيا بنتيجة 47-23. فاز الإسماعيلي على ضيفي سموحة بهدف دون رد في المباراة التي جمع بينهما في إطار الجولة 24 من الدوري الممتاز، وسجل هدف أصحاب الأرض الوحيد اللاعب عبد الرحمن مجدي في الدقيقة 49 من عمر المباراة، وبذلك الفوز رفع الإسماعيلي رصيده إلى النقطة 23 في المركز 14، بينما توقف رصيد سموحة عند النقطة 39 في المركز 5. وفي الجولة 24 أيضا من الدوري الممتاز حسم التعادل السلبي مواجهة المصري البورسعيدي وفاركو، وبهذه النتيجة رفع المصري رصيده للنقطة 27 في المركز 10، بينما رفع فاركو رصيده للنقطة 31 في المركز 8. أعلن فريق فاكس تيف الجزائري وصول المدرب حسام البدري إلى العاصمة الجزائرية لإتمام إجراءات التعاقد لقيادة الفريق، وأوضح المدير الرياضي للنادي الجزائري إبراهيم العرباوي أن إدارة الفريق اتفقت وبشكل رسمي مع البدري على كل التفاصيل للإشراف على الناحية الفنية للنادي، وذلك لمدة سنتين خلفا للمدرب الصربي داركونوفيتش، مشيرا إلى أنه سيتم إتمام الصفقة قريبا. أعلن فريق تشيلسي التعاقد مع اللاعب الإنجليزي رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي السابق، وأضاف تشيلسي في بيان أن ستيرلينج سينضم لصفوف البلوز بعقد يمتد لخمس سنوات، وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن قيمة الصفقة تصل إلى نحو 50 مليون جنيه استرليني. انتهت الأخبار الرياضية، عودة مرة أخرى إلى رغدة ونهى، إليكم. شكرا لك يا أيه.